لقد قررت أن الخطوة الأكثر حفظا للشرف يمكن أن أقوم بها هي أن أستقيل من منصبي مديرا عاما لبي بي سي. عندما عينت في هذا المنصب بعد 23 عاما من العمل كمنتج وكمسؤول فيها، كنت مقتنعا أن مجلس الأمناء وقع اختياره لي على المرشح الأنسب، إلا أن الأحداث الاستثنائية التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة دفعتني إلى الاقتناع بأن على بي بي سي أن تختار مديرا جديدا لإدارتها. كوني تقلدت منصب مدير عام لبي بي سي ولو لفترة قصيرة أعتبره شرفا عظيما لي.